السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، مرحبا بكم مجددا في قناة جمالك من الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اليوم حبيباتي جبت لكم فيديو جديد لواحد الماسك ديال البشرة الدهنية. كيف ما تتشوفوا قدامكم عندنا هنا النشا اللي تنقولها مايزينا. هنا غادي نديرو ملعقة ديال النشا هكذا، تنخلطوها بملعقة ديال الماء السخون، يعني تنجيبو الماء السخون تنخلطو به، يعني هاد الملعقة ديال النشا، معرفتش تشوفو ولا لا. نعم، هكا تنخلطو بها هاد الملعقة، هاد الملعقة نعم ديال النشا هكذا. غادي نزيد واقيلا واحد شوية، نحصل على عجينة ديال النشا. يعني تشوفي يعني القوام اللي بغيتي، تحصلي على القوام اللي انتي محتاجة به. هاد النشا هذا فهو عنده عدة فوائد صدقوني، يعني على البشرة زوين بزاف. هاد النشا هذا تيساعد على توحيد اللون ديال البشرة، بزاف بزاف ديال المنافع اللي عنده. يعني تتخلط ليا الوصفة مزيان ونحصل على القوام اللي بغيت. يعني قبل ما تندير هذا الماسك هذا، يعني تندهن البشره ديالي بواحد الزيت اللي بغيت انا. يعني انا فضلت هذه زيت لافوكا، تندهن بها، تنشد الزيت وتندهن بها البشره ديالي هكذا، يعني باش تعطب ليا هذه البشره ديالي. عاده تندير هذا الماسك هذا لمدة نصف ساعة. يعني تناخد هذا الماسك هذا، وتنوضعو على منطقة ديال، يعني واخا تشوفوه هكا هذا تي احكو على شكل دائري هكذا. يعني الا شفتوا الفرق اللي وتنخلي هاد الماسك هذا حتى ينشف، يعني تبقى نديه هكا على البشره ديالي على شكل دائري، يعني تتعطي واحد النتيجه اخواتي اللي هي رائعه جدا. صافي، وتنغسل يعني بالماء الدافئ، وتنغسل الوجه ديالي بالماء الدافئ. ونتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله لكي تعم الفائده. وشكرا على المشاهده، وشاهدوا الفيديو الى الاخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.